اليوم كيف ترى واقع الموسيقى في العالم العربي؟ أول شيء هبوط تام. أنا ما لي علاقة بتشويه الموسيقى، بس أنا كفنان لازم أكون حريص على الناس اللي تشوه الموسيقى، لازم أوقفهم عند حدهم أو بموسيقتي أو بكلامي. أنا دا أشوف الوضع من الناحية الغنائية ومن الناحية الفنية، الموسيقى بانحدار تام، خاصة من الناحية الغنائية. احنا موسيقى شوية أقل مشاكلنا، عندنا مشاكل ثانية. احنا ما عندنا مهرجانات موسيقى، هاي مشكلتنا. الشعب العربي صاير شعب غناء ورقص بعيد عن الموسيقى، بعيد عن الموسيقى، لان هو كمان حقه، لان دائما مكبوت ودائما حروب ودائما مشاكل، فيريد ينفه عن نفسه يسمع الاغاني والرقص. هذا الغناء صاير تافه جدا بالنسبه مستمع مثلي اني اللي عايش، صار من اني طلعت من بطن امي اسمع موسيقى، فصار لي 37 سنه بسمع موسيقى. بالنسبه لي تافه، بالنسبه لي ماكو شيء جميل. جميع التجارب، مو جميع التجارب، اكو فنانين عدوا على الاصابع، كاظم الساهر، صابر الرباعي، فضل شاكر، وائل كفوري، اصاله، انغام، 10. طبعا سلطان طلب، جورج وسوف على راسي احبه مدى الحياه، مدرسه. ف 10 12 واحد، والباقي لو بايدي اشيلهم كلهم واحطهم بالسجن لتاديب الفن، لتاديب الموسيقى، سجن فني دخلك مؤبد 25 سنه، بحيث لو تكره نفسك لا تطلع فنان. طيب لما الواحد يقول انا جاي اتسلى بالموسيقى، يعني هذا انا مستعد يمكن ارمي من الـ من الـ من الـ بالنيل. طيب عمر، سبب هذا الانحدار؟ سبب الانحدار الكلمه التافهه، اللحن التافه، والمغني التافه اللي جاي مسوي لي دون جوان. دون جوان عصر الحديث بالكليب، هو ولا شيء، حتى شكله ما حلو. بس المتلقي يسمع، مو المتلقي تطيع اي شيء يسمع. المتلقي اكو واحد غنى على الحمار، سمعوا الناس ولا ما سمعوا الناس؟ غنى على العنب، مو سمعوا الناس؟ اكو واحد يغني، اكو يعني في مشكله، اكو واحد يغني على اكو واحد يغني على الحمار، يعني هذا مو عيب؟ يعني بيا عصر احنا وصلنا انحطاط، بحيث هو مسكين يعني يتحمل طول النهار والكراب على راسه، بس مو تجي تغني اغنيه على الحمار بالتلفزيون، عيب. انا بالنسبه لي عيب، يعني لو الفنانه كثير عظيمه ام كلثوم عايشه، ولو عبد الحليم وعبد الوهاب، اكيد ما كان سكتوا على الموضوع. طيب عمر، كيف نستطيع ان نرتقي بالمتلقي؟ ما تقدر ترتقي ما دام اكو مدراء مهرجانات متخلفه، كان يبيع خضره صار عنده فلوس سوى مهرجان، هو معجب بناسي عجرم او معجب بهيفا وهبي او معجب بفلان يجيبها، هذا صار مهرجان خاص. أنا لو العلاقات الشخصيه طبعا عمر. لما افتح 500 قناه فضائيه، 500 قناه تغني لي فيها دانا او هيفا وهبي، مين هذول؟ مين شوف، هذا اكبر من استعمار يجي يحتل بلد، هذا استعمار احتلال العقل للاجيال الجديده، اللي تدمير هم هذا يريدوا الاستعمار من عندنا. يدخل لك الاورج، الكيبورد، العود الكهربائي، كمان كهربائي، احنا فرحانين نسوي نفسه مايسترو، وبرا يضحكون علينا. اتحدى اذا واحد يعزف بكمانجه كهربائيه، اتحدى. طيب ماكو هاي ايضا مسألة كبيرة. على ذكر الالات عمر، لاحظ انه احنا في الاوركسترا الشرقيه توجد كثير من الالات الغربيه. اي لكن في الخارج، اي بالخارج ماكو طبعا. لا هسه مثلا اقول اكو بالتخت الشرقي، مو مشكله تحطين كونترباس، ينطي بيس، ثلاثه كمان، بس مو 15 كمان و12 كونترباس و16 عازف غربي ايقاعات ولا شنو، وواحد عود وواحد قانون، ليش؟ لكن هم يرفضون. واقول شغله، لا اقول شغله واحده، احنا عازف الاورج بالفرقه الشرقيه هو اللي يعزف العود اجماله، ابو العود قاعد ما ينطوا تقسيم. شوفي تخلف وين وصل. وانا شفت فرقه عربيه بدون ذكر اسامي، ثلاثة قائد اوركسترا عليها، ثلاثة، واحد يقود الكورال، واحد يقود الشرقي، واحد يقود الغربي، وثلاثة ينبعون على الجمهور، لأن واحدة حلوة يضحكون إياها، بعيني شفتها بالتلفزيون. زين، والفرق الغربية، السيمفونية الغربية، يوم من الأيام شفتي أكو بيها قانون؟ لو لا ما موجود، هذا اجتهاد خاص. أجي أنا أسوي فرقة، أوكي عمر بشير حفلته، مستحيل. أكو نظام بالنظام الأوبرا، أكو بالنظام بالفرقة الموسيقى الكلاسيكية، عندهم كل شيء وقته. أكو مايكل جاكسون يسمعوه، أكو جورج مايكل يسمعوه، اكو راب يسمعوه، اكو كلاسيك يسمعوه، ما يجي نخبط كل شيء ونقول لك هاي فرقه عربيه. فانا مو ضد انه تدخل الات غربيه، بس ما تضغي على الاتنا الشرقيه وننسى نفسنا، هذا كله استعمار. انا ايش اقول؟ لما نجي امريكا ضربت العراق، راحت المباني، باكر يبنوها المباني، اكو خير، اكو نفط، اكو هذا يبنوها. بس الثقافه لما نجي دمروها، هذا يسمي تدمير شامل اكبر من ما هو تمر بنايه او احتلال. عمر حصلت على